السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أعرف بنفسي، أنا محمد ميزان بن رزالي، وأتشرف بالانتماء إلى بلد عظيم كماليزيا. أعيش حاليا في تمبات كلانتان، وأبلغ من العمر 21 عاما. أما عن مهنتي فأعمل كطالب في يونيفرسيتي ماليشيا ترنغانو. عائلتي هي نعمة كبيرة من نعم الله علي. يتألف 10 أشخاص في نسبي. والدي الفاضل اسمه رزالي بن سعيد، وهو يعمل في مجال مزارع، ويتسم شخصيته بشخص مجتهد وحكيم. أما والدتي الحنونة اسمها فريدة بنت زكريا، فتعمل في ربة بيت، وهي معروفة بامرأة ودية ولطيفة. أحمد الله أيضا على نعمة الإخوة، فلدي 8 منهم، 5 من ذكور و3 من أنث، وأنا أصغرهم. عائلتي هي مصدر قوتي ودعمي طوال الوقت. نتحاب كثيرا ونسعى لقضاء أوقات مستريحة معا. نشترك في حبي من خلال تعزيز قيمة إلقاء التحية بين العائلات على العشاء كل ليلة، ونتبادل آراءنا في حول الأدب والوظائف والمستقبل. شكرا لأذونكم، وأتمنى إبرام علاقات طيبة مع الجميع، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.